صباح الخير هو يا محمد، جمعة مباركة إن شاء الله وكاع المشاهدين إن شاء الله. مرحبا بك كوتش أمينة، لكن نواصل التقديم من خلال فقرة الرياضة مجموعة مختلفة من المواضيع اللي تقترها لنا في كل عدد. اليوم اخترت لنا موضوع تمارين عضلات الكتف الأمامية والخلفية. معروف كوتش أمين أنه عضلات الكتف عندها بعض المشاكل عند الرياضيين، قد تسبب آلام، قد تسبب إصابات. نتكلموا على هذه النقطة. العضل تاع الكتف حساسه بزاف، وكاين رياضيين سوتو اللي يكونوا جدد كاين تمارين نورمال ما يستعملهمش، باغ اكزومبل زعما لي زارتير بزاف، كاين وين ما يستعملش لي زارتير، كاين وين يستعمل لي زارتير حتى يحكم لا بوزيسيون تاع ظهره، باسكو كي يكون جديد ما يقدرش يتحكم في هذاك الموفمون بيان، تما يولي ومن بعد شنو يولي كي يتعلم الموفمون غلط ميم كي يولي يستعمل يزيد في لا شارج، تما راح تولي كارثه واحده اخرى. تما حنا لازم الرياضي كي يبدا ب 4 كيلو ولا 2 كيلو حتى يولي يحق 12 كيلو 14 20 كيلو حتى 25 كيلو، يعني تكون صحيحه هذاك التمارين هذاك يكون صحيح. تسمع على بها الرياضي كي يبدا طريقه صحيحه من الزيرو كي يدخل في لي شارج يولي بيان. طيب اكيد التمارين تاع اليوم راح تكون تمارين صحيحه 100% وامنه ايضا خاصه للرياضيين المبتدئين. نخلي كوتش امين مع الرياضي لتقديم هذه التمارين بالتوفيق. بارك الله فيك. بون بسم الله. هنايا راح نخدموا مع الياس دقيقه العضله الاماميه تاع الكتف، تسمى حنا نخدموا العضله الاماميه كامل حتى تخلص، ومن بعد نولوا الخلفيه ومن بعد نولوا الجانبيه. نبداو في التمرين الاول في الكتف الامامي. نبداو الياس، اغلق هنا يدك، ادخل هنايا الرياضي كون تشوفوه ما تشوف لي اسمع يا خويا باش يشوفوا الموفمون. ندم اخدم شوف هاكا اخدم بها اقعد. شوفوا هنا كاين رياضيين بزاف يفتح يدو هنا يفتح يدو اخدم شو الياس. شوفوا العضله شو يخدم هنايا، العضله تاعو راح يكون فيها هنايا ضغط، سمحنا باش نيفيتيو الضغط هذاك وما يديرش لي بيسير العمرو، يعاود يغلق يديه شويه ماشي بزاف وما يغلقش هكا ليبر كيما نقولوا. طلع دوكا الياس هكا يخدم طلع الفوق دو هنا الموفو صحيح، موفمون غلط يكون هكا راهو غلط. طلع شوف الياس او فاتح يديه بزاف هنا، شوف بزاف لارج هنا غلط الموفمون. موفمون صحيح راح يكون يدخل يدو هبط طلع هبط صحيح، يخدم البيس تاعو صح، زيد سيبو حط لابار تاعو. يخدم رياضي هنايا عدات من 10 ل 12، واللي يقدر يخدم 15 يقدر يخدم 15، وشنو لي شارج يخدم لا موين اللي يقدر لها، ما يروحش يتجه لي شارج بزاف كبار ومن بعد يفيك ما يقدرش يخدم الموفمون كوريكت. يخدم هنايا كتف امامي 3 لي سيري تاع 12 حتى 15 ولا 10 12 15، حنا نبداو دائما ب 10 والتسخينات يكونوا هما الاولانيين، التسخينات هما الصح. دير عاود دوزيام فوا خدم لهم تمرين غلط قبل، تمرين غلط كسل هذا طلع شوف شحال هو فاتح يدي هنايا، ماهوش يستهدف ما يستهدف العضله الاماميه بزاف، هبط بصح لو فات كي يغلق يديه شوفوا كيفاش يطلع، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سيبو. حنا نخدمو دو سيري باش نتجهوا لاكزرسيس واحد اخر. بون هاد الموفمون رانا عرفنا كيفاش نديروا له، دوك نتجهوا كيف مازلنا مع الامامي بصح نخدموه فرونتال. نوت شوف الياس اخدم دوزيام موفمون، دوزيام موفمون راح نخدموه كيفاش، شوف كيفاش راح يخدم. يشد يدو هنا قرب الكاميرا، وقف صدرك، يقعد بيان ضروه، اغلق فيها يديك هنا، يديه يكونوا مكسرين، خدموا تشوف كسلين يديك، كسل يديك كومبلي، كسل كاع يديك هكا. شوف الموفمون الغلط فيه يخدموا الرياضيين،
هكا راهم كسل يديه والضغط يطيح على ليكو تاعو، ما عندوش لا فورس هنا. تسمى حنايا باش يكون موفمون صحيح يكسر شويه يديه ويطلع. الله، واحد، اغلق يديك هكا، زيد تروا كات سانك سيس سات ويت ناف تيس سيب. هنايا كاين الموفمون هذا هكا، وكاين لوتر موفمون تقدر تخدمو تانيك. اقلب يدك، اقلب يدك هكا وخدمو الياس. تسمى يعني رياضي يقدر يخدم، يقدر يخدم سمانه هكا، رياضي يقدر يخدم سمانه هكا وسمانه هكا، سمانه برونلاسيون سمانه سيبيناسيون. اخدم تشوف هكا، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اقعد هكا تياسة، شو كي نعاود ندورو، شوفوا الموفمون كيفاش يخدمو، شوفوا ظهرو كيفاش يكون. كاين بزاف رياضيين كي يخدم فرونطال تاعو يهبط كتافو، عاود هكا اخدم تشوف ياس. شوف كيفاش يخدم الرياضية، تلقى هادية الكولون فيرتيبرال تاعو تلقاها معوجة. نو، وقف روحك، هبط البالا تاعك، طلع دوك، هاوليك لو موفمون كوريكت. لازم هنايا الكولون فيرتيبرال تاعك تكون بيان خارجة، وي رجليك إلا كنت تستعمل لاشارج فليشيهم شوية باش تقدر تخدم تابوي بيان. إلا كنت تستعمل لاشارج موان كيما هادي خدم عادي. هنا خدمنا دو موفمون، حط البالا، خدمنا روح ليها، خدمنا هكا وخدمنا هكا. دوكا باش نزيدو نخدمو هنا لاسانتير، هادي لاسانتير سكابيولار، هادي الفوقانية باش نجيبوها بيان، يعني تولي عندنا هنايا كي تشوف ليبول تشوفو يعني بيان. كاين بزاف اللي عندهم بروبليم تاع سكوريوز ولا تلقاه معوج، لو موفمون هذا راح يخدمو يزيد له بزاف كيما نقولو حنا، يولي ليبول تاعو تلقاه شغل يوسع. علاه؟ باسكو الموفمون هذا بوكو بلوس يقيس لك هنايا الكوتي تاع الترابيز هذا وهذه الجانبي يقيسو لك بيان. اخدم تشوف الياس كلافيكول، ولي هنا اللور باش يشوفو هنا ليا. خدمو هاكا، دور 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 هاكا، اخدم تشوف، شوفو كيفاش تكون لابريز تاعو هنايا في يدو، ما يكونش ضيق بزاف هنايا باش ما يقيس لي طرابيز بزاف بوكو بلوس. حنا راح نباسيو، حنا راح نبازيو هنايا الفصلة هادي بين طرابيز هذا العضلة الثلاثية وليبول. واش نديرو؟ نفتحو يدينا قيس لي زيبول هاليك ونطلعو الفوق. طلع، أن دو تروا كات سانك سيس سات ويت ناف ديس سيبو. حط يروبوز الرياضي إذا كان جديد 40 ثانية 50 ثانية دقيقة، إذا كان رياضي متقدم شوية 30 ثانية 40 ثانية تكفيه، سيرتو مع لابيريو تاع السخانة هادية باش الرياضي ما يطولش في التمارين. كاين بزاف رياضيين تلقاه يروبوزي دقيقة بزاف ولا دقيقة و20 ثانية ومن بعد يقعد لك زوج سوايع في الصالة وهي سخانة، الضغط هذاك والعرق هذاك تسمى يأثر عليه، ماشي كيما الشتا الرياضي يكون ياكل مليح. تسمى حنايا الرياضي هنايا غير يكمل يدير دوزيام موفمون، يدير 30 سكوند تاعو في الكرونو ولا في الساعة تاعو تاع تليفون، يعاود يدير دوزيام موفمون تاعو، عاود خدمو تشوف الياس، وعاود روح عندي لهنا دور، دور تشوف لك هكا، شوفوا كيفاش راح ندير لكم، شوفوا هنا كيفاش راهو يدير لي، طلع شوية يدك وحكم الفوق، طلع يدك وحكم الفوق، شوف هنا يدو، يدو ما حش تكون هكايا، ما حش تكون هكا، كاين بزاف رياضي، اخدم شوف هكا الياس، هبط وطلع هكا، طلع تشوف، شوفوا يدو كيفاش هكا، موفمون غالط، حنا واش نديرو؟ هكا، شوفوا ليكو تاعو يكونوا هكا، هبط وطلع. هاولي كيفاش تكون، ها دو دور لياس شوف طلع، هاوليك الموفمون الغالط. الموفمون الغالط كي يكون يخدم يخدم هكا، شوفوا يخدم هكا، خرج يديه لهنا نو، بصح كي يدور يديه لهنا ويخدم هكا هذا هو الموفمون الصح. ها يخدم هاي هاي هاي، ودايما ضروة ما تعودش روحك. زيد زيد سي بون،
هنايا واش خدمنا؟ خدمنا كاع لافاصاد الاولانيه تاع الكتاف. دوكا نروحوا للخلفيه. الخلفيه كيفاش تكون؟ كاين بزاف، خليها، كاين بزاف رياضيين تلقاه هكا يقعد في الكرسي يروح يخدم الخلفي هنايا، هو جديد ما عندوش ماهوش متحكم في لي موفمون تاعو، موفمون ساهل كامل والأأمن كيما نقولوا حنا. واش يدير؟ يدير البون تاعو هكا، شوفوا البون هاوني، يطلع البون تاعو هنا زوج درجات ولا ثلاثه يديرهم هنا. هاد لي زارت تشوف الياس، راح يدير الموفمون الاول تاع العضله الخلفيه، تكسل اطلع لفوق، اطلع من هنا، اطلع زيد، اطلع زيد زيد، شوفوا كيفاش يقعد الرياضي، يقعد هنا مكسل، يوقف روحو، دور يديك، دايما يدينا شوفوا ليكود يروحوا لافون، شوفوا ليكود، اخدم تشوف الياس، هذا الموفمون صحيح، شوفوا ليكود تاعك شو يروح، هنا ليكود شوف شو هبط وطلع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوكا ندير لكم موفمون غلط، ها هو الموفمون الغلط كيفاش يديروا الرياضيين. الكود تاعو كان هكا صحيح، بصح انا راح نرجعوا غلط. شوف واش يدير هكا، اطلع شو الياس، شوف واش يخدم هنا، عضله الخلفيه بزاف ويقيس بزاف دورسو هنا. سمحنا باش يفيتي الرياضي هذيك الخدمه، يعاود دائما يشد يديه هكا، شوفوا كيفاش يكون يديه، يكونوا هكا يخدم. اخدم حط دوكا لارتي روبوزي شويه، باسكو كاين رياضيين بون كيما نقولوا حنا، واحد اللي يكون عنده كيما نقولوا حنا اونسيان يقدر ما يخدموا هكا كما حنا نخدموا، بصح ما يخدموش هكا، كاين رياضيين يخدموا هكا. شوف ها هنا راهو يقيس دورسو كتف الخلفي، ماهوش يقيسوا بزاف، يا ربي 10%، بصح هكا شوفوا ها، شوف ها، قد ما دور يديك لهنا قد ما العضله الخلفيه تاعك تخدم مليح. اذا كوتش امين، فقط اريد ان اسال حول تمارين عضلات الكتف الاماميه. معروف ان عضلات الكتف الاماميه تسبب اصابات خطيره للرياضي، نبداو باوزان ثقيله ولا نبداو باوزان خفيفه؟ وماذا تنصح انت المبتدئين؟ سيبو الياس، انا النصيحه تاعي للمبتدئين في العضله الاماميه هو الحاجة الأولانية، لازم يشوفمو يكونوا ملاح، يشوفي بلارتير تاعو تاع كيما نقولوا حنايا تاع 2 كيلو ولا، يشوفي هكا هكا، يشوفي بكاع كاع التمارين تاعو. فقط لو نعيد معك كوتش أمين مقابل الكاميرا التمارين الصحيح للعضلة الكتف مقابل الكاميرا معك أنت فقط، حتى نفهم بشكل أقرب كيفية أداء هذه التمارين. نعودوها معك الآن، تفضل. نعم نعم. هاي راه الاماميه، شوف نعاودوا تمارين الاماميه، اسمح لي الياس، نعاودوا تمارين الاماميه. هنا البون يكون انكليني، هاوليك يشد لابريس تاعو الرياضي هكا. شوف هنا كاين رياضيين يخدم هكا، شوف يهبط هنا ويطلع هنا، ماهوش يستهدف العضله الاماميه مليح، واش يدير؟ يغلق يديه يطلع هنا، ها 1 2 3 كي يهبط يهبط بالعقل، وكي يطلع يطلع بالعقل. كاين بزاف رياضيين تلقاه يخدم هكا، هذه ماشي خدمه، هاي الخدمه هبط. لازم يكون التوافق العضلي مع العصبي، مخك لازم يكونسونطري مع العضله تاعك. ها ها ها، هذا موفمون الاول. الثاني فرونتال، هاو كيفاش يكون؟ نشد لابريس تاعي هنا بيان، ما تكونش مكسله بزاف، ما تكونش مكسله هكا، هاي ليك. كي تكون هكا يديك ضروه، شوفوا كش حيكون الضغط بزاف على الليكود، شوف بصح كي نكسر يدي شويه، انا حنا نغلب الباره، ها نخدم هكا هنا، ها ونهبط بالعقل هاك، نطلع فور نهبط بالعقل، ماشي كيما يخدموا الرياضيين تلقاه هكا ويبالونسي هاك. هاي الخدمه تاعهم كشي يخدموهم، تلقاهم في الصاله كاع يخدموها، نصهم كاع هكا نو، ها نوقف روحي
بيان دروة ونطلع ونهبط نطلع نهبط نطلع ونهبط. هنايا يخدم الرياضي كيف كيف طرواسيري دو دوز لي شوف مول الاولاني شوف كي يشوف الخطره الاولانيه ما يحسبهاش ثلاثه الدوزيام يحسبها مثل ما يحسب من الدوزيام وروح بون. هنايا طروازيام باش نقيسوا لا بارتي هذه اللي كنت نحكي لكم عليها واش ندير يحكم الرياضي هنا هاوليك لارتير واسمو عفوا البارا بارا احسن تكون زاد كاين بارا دروه كاين بارا دروه هذيك تقدر تخدم بها صح على جال لي كود تاوعك والمفاصل تاعك احسن حاجه بارا زاد واش ندير بها ها نوقف روحي مليح كاين لي يخدم هكا هاولي يدير هكا يبالونسي هذه ماشي خدمه هاي لي ها طلع ونهبط نطلع ان بون مومون الفوق ونهبط وما يقعد دو سكوند الفوق ها ويهبط كاين لي يخدم هكا تلقاه يجري بزاف هنا العضله تاعك ماحش تبروغريسي راح تبليسي هنا يصاوب لي بليسور في البالونس كي تبالونسي وكي تخدم رابيد تسمى حنا رياضي قد ما يخدم ثقيل قد ما يافونسي هذا هو التمارين خويا محمد نعم اذا كوتش امين شكرا جزيلا لك على هذه التمارين بالتاكيد تعودنا من خلال فقرة الرياضة كل أسبوع نقدم مجموعة متنوعة من التمارين للمشاهدين أتركك مع تأدية آخر الحركات والتمارين التي تتعلق بعضلة الكتف تفضل الكتف الخلفي دوكا نعاود نولو ليه هنايا هاوليك ليكود باش نخدمو صحيحة أخدم تشوف هنايا هاوليك باش نكملو لابارتي الخلفية هاوليك خدم ديس غير بالعقل قلنا ما نخدموش هكا ما تعوش يديك اخدمتو الياس ها يخدم هكا هنا ويقيس دورسو ها او تقيس الظهر بزاف هنا العضله تقيسها دي يا ربي 10% بصح كي تدور يديك شوفك واش نقيس لاريال هايلي ها هايلي زوج ثلاثه اربعه خمسه حط لارتير تاعك دوكا التمرين اللي قدامه اللي موراه يجي تخدم طرواسيري هكا تاعك نعاودو دوكا نقلبو يدينا نخدمو هكا شوف اخدم كيف كيفا لو ميم موفمون لو ميم تكنيك شوفوا يديه دائما يديه يعوجهم اللافو اخدمتو الياس هكا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صح عاودوك اخدم غلط الياس شوفوا الموفمون الغلط يعاود يرجع يديه لاريا اخدم شوف شوف شو شويه يقيس هنا شو يديه او يخدم هكا ها هكا موفمون غلط كي تعاود ترجع يديك لهنا شوفوا تخدم صحيح ها يخدم شو الياس سيبو حط شوف روبوزي شويه تسمى حنا التمارين تاع كمال الاجسام ماشي صح لا شارج خاطر كاين رياضيين محترفين تشوفهم في السوشيال ميديا يخدموا باوزان خفيفه وتشوف العضلات تاعهم كبار علاه باسكو التمارين تاعهم كاع كونسونطراسيون وليكسبيريونس تانيك انت كي يكون يوري لك في اليوتيوب ولا تشوف انت تقول له يخدم نورمال عادي هكا هو ما البلوش بلا معوج روحه الانسان اللي يكون جديد انا كي كنت في ايامات الاولانيين في كامل الاجسام نشوف لي فيديو تاع الرياضيين في اليوتيوب ما على باليش شنو يدير نتبعو غير في يديه بصح هو كاين اسرار كيفاش تشد لافريز تسمى هذوك الاسرار اللي ديطاي هذوك هما اللي يخلوا الرياضي يافونسي وما يتبليساش نخدم دوزيام نزيدو نديرو دوزيام فوا اقلب ها اقلب اقلب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سيبو هنا رانا خدمنا الكتف الخلفي درنا دو موفمون سا سوفي كاين براس واحد اخرى يخدموا بها الكتف الخلفي هنا وهنا لو ميم موفمون بصح براس حنا البراس ما كانش ما نقدروش نجيبوها لهنا ونخدموا بالبراس درت لكم تاع انسان اللي يكون عنده ميم هذا اللي موفمون هذو في الدار تقدر تخدمهم يعني ماهوش تحق ماتريال بزاف صح نولو دوكا الكتف هذا الجانبي خدم الكتف الجانبي عرفت يس اصبر لا ريح تما باش يكون الكتف الجانبي
راح يكون هكا. خدمت الياس دو سكوند روبوزي. شوفوا هنا كيفاش يخدم، خدم رابيد. شوفوا كيفاش يخدموا في الصاله، هاي الخدمه تاعها. وحدك تفيق بلي هذا الانسان راه يجري صح، خدم كوريكت. شوف كونسونطري، ها يهبط بالعقل ويطلع بالعقل. زوج ثلاثه، هاولي اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره، سي بون حبس. شكرا لك كوتش امين على كل هذه التمارين التي قدمناها اليوم للمشاهدين، اتمنى الاستفاده. نلتقي في مواعيد اخرى كوتش امين. ان شاء الله يا ربي. شكرا لك، بارك الله فيك خويا محمد، وان شاء الله جمعه مباركه لكم.